سوف نقوم الآن بشرح شاشة أوامر التوريد المخزنية. يتم الدخول إليه من قائمة العمليات أوامر التوريد المخزني. يتم استخدام هذه الشاشة في حالة تم شراء الأصناف وإدخالها إلى مخازن الشركة، سواء كانت عملية الشراء بتكلفة نهائية للأصناف أو تكلفة نهائية زائدا مصاريف نقل وشحن. ففي مثل هذه الحالة يتم إضافة إجمالي المصاريف الأخرى على تكلفة البضاعة وتقسيمها على إجمالي الكمية الأصناف. طريقة استخدام أوامر التوريد المخزن على النحو التالي: نفرض جدلا أنه تم شراء الأصناف التي سيتم إدخالها في الشاشة نقدا، أي أن الحساب المتأثر الصندوق، يتم الضغط على زر الإضافة، رقم التوريد الآلي، التاريخ، رقم حساب الصندوق، ثم F9 صندوق، المخزن الذي سوف يتم إدخال البضاعة بالضغط على F9 مثل مخزن المعرض، ثم نقوم بتحديد الأصناف بالضغط على 00 رقم المجموعة، ثم F9 ونقوم باختيار مثلا فرع أمريكي كيس، طبعا الكمية مثلا 100 حبة، الجزء لا يوجد، التكلفة مثلا تكلفة الحبة الواحدة مثلا 8150 ريال، ثم مثلا الصنف الثاني مثلا 002 تحرك بالتاب سوف يظهر آلية مثلا دقيقة سنابل 50 كيس كمثال، التكلفة مثلا 7220 مثلا، الصنف الثالث 003 ثم تحرك بالتاب مثلا عصير سيزر الكرتون مثلا 100 حبة، الجزئي مثلا 90، يعني هذا كرتون يحتوي على 24 حبة، كم تكلفة الحبة مثلا 90 ريال، ثم التكلفة مثلا 2600 ريال. البيان سنقوم شراء الأصناف بالفاتورة مثلا رقم 50 التي سنحصل عليها من المورد نقدا، طبعا رقم المرجع هو رقم الفاتورة التي سوف نحصل عليها من المورد اللي اشترينا منه مثلا 50، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن بمجرد الحفظ تم التأثير على المخازن بالزيادة، أي أن الآن الكميات التي قمنا بشراء زيدت من كمية المخزون بمجرد الحفظ. أما من أجل التأثير المالي فلا بد من عملية الترحيل كي نؤثر في حساب الصندوق الذي يمثل الطرف الدائن والحسابات المجموعات المرتبطة بهذه الأصناف. من أطباعة أمر التوريد المخزني يتم الضغط على الطابعة ثم نعم، سوف يظهر بالطريقة التالية: أمر التوريد، رقم الأمر، مركز إنهجي، رقم الحساب، صندوق، ثم إيش الأصناف وإجمالي المبلغ. نقوم الآن بالخروج وعملية الترحيل أو التأثير المالي من خلال عمليات الترحيل أوامر التوريد المخزني التأشير عليه إذا أردنا استعراضه بالسهم بالأيمن، ثم عمليات الحفظ. الآن من أجل معرفة القيد المحاسبي الذي سينفذه النظام آليا يتم الدخول التقارير اليومية العامة، ثم نوع المستند توريد مخزني، نوع التقرير مثلا حسب أرقام الوثائق مثلا، ثم نحدد مثلا التاريخ، ثم نقوم بالطباعة. سيكون القيد المحاسبي على النحو التالي: من حساب المخزون زاد إلى حساب الصندوق. يتساءل البعض لماذا يتكرر المخزون ثلاث مرات؟ نظرا لأن لدينا في أمر التوريد المخزني ثلاث مجموعات، مجموعة البور والدقيق والعصائر، فكل مجموعة سوف تقوم بتجميع المبالغ الخاصة بها نظرا لأننا قمنا بربط تلك المجموعات بحسابات الخاصة بها، فلا بد أن تتكرر في أوامر التوريد المخزني عند إثبات القيد المحاسبي على أساس المجموعات. التوريد المخزني. أما في حالة مثلا الشراء بالآجل يتم الضغط على زر الإضافة، التحرك بالتاب، ثم نبحث على رقم المورد F9 مثلا شركة الارتقاء دولار مثلا، سوف يظهر سعر التحويل، رقم المخزن F9 مثلا المخزن الرئيسي، ثم نقوم بعملية الشراء بنفس الطريقة 001، التحرك بالتاب تظهر المجموعة آليا بروسترالي مثلا، الكمية 50 كيس، التكلفة مثلا 45 دولار، الصنف الثاني مثلا
0.02 تحرك بالتعب دقق السنابل الكمية 200 كيس، التكلفة مثلا 35 دولار، وهكذا. البيان لكم قيمة بضاعة بالآجل مثلا، فاتورة رقم مثلا 250. طبعا الرقم المرجعي مثل رقم الفاتورة التي سنحصل على 250. ثم نقوم بعملية الحفظ والتأثير المالي من أجل استعراض تقارير أوامر التوريد المخزن أو الأوامر السندات، أوامر التوريد المخزن يتم الدخول إلى تقرير السندات، السند المرحلة مثلا، أوامر التوريد. ثم نحدد مثلا يوم فترة على أساس السند مثلا، مثلا تحليلي. ثم نقوم بالضغط، نلاحظ ماذا سوف تظهر؟ إيش السندات. بهذه الطريقة نستطيع إذا كان معنا أكثر من سند نقوم بتقليب الصفحة من خلال السهم الأسود على الشاشة. أما طريقة البحث على الأصناف التي تم توريدها أو في أوامر التوريد، فقط يتم الضغط على العرض ثم F9، سوف تظهر جميع السندات التي قمنا بإدخالها. نضغط على أيهما، نلاحظ أنها تنزل آليا. شكراً.